مثلا عايز تنشئ محطة توليد كهرباء هيدروليك، فايه الخطوات اللي انت تعملها في الاول؟ الاول خالص بتختار الموقع بتاع الايه المحطة، بتختار الموقع على اساس ايه؟ على الثلاث حاجات دول بتعملهم من الاول. اول حاجة بتعمل هيدروليكال انفستيجيشن. الهيدروليكال انفستيجيشن ده يعني المية موجودة فين؟ والهيد بتاع المية قد ايه؟ والخزان ساعته قد ايه اللي انت هتعمله؟ فبتعمل العملية دي على اساس توافر المية، مكان اللي هتتوفر فيه الايه؟ المية. خلاص كده؟ وبعد المكان ده من اللود سنتر بتاعك، او اذا كنت هتخش في الشبكة الموحدة بتاعت الكهرباء او اللود سنتر بتاعك. دي حاجة. الحاجة التانية التوبوغرافيكال انفستيجيشن. التوبوغرافيكال انفستيجيشن ده بتصور تصوير توبوغرافي بالطيران المنطقة كلها، بحيث تحدد انسب منطقة تحط فيها ايه المحطة. انسب منطقة تحط فيها المحطة، في مرتفعات وفي جبال وفي مش عارف ايه، فالتوبوغرافيكال ده بيحدد العملية دي. خلاص. تاني حاجة جيولوجيكال. جيولوجيكال بتعمل بقى الناس بتوع الجيولوجيا بيحدد الارض اللي انت هتعمل عليها المحطة دي. الارض دي صخرية طينية، لان انت هتحط فيه سد ده ممكن يحصل فيه هبوط. الحاجة التانية هيبقى فيه قدام السد خزان، الخزان ده بيخزن فيه المية. التربة اللي تحت المية شكلها ايه؟ التربة دي هل فيها املاح؟ لان لو فيها املاح هتاكل الاساسات بتاعت السد. هي تربة قلوية حمضية، في طحالب هتبقى في المية، وهكذا. فالتلاتة انفستيجيشنز دول لازم يتعملوا، ونحدد في كل انفستيجيشن مواصفات بتاعت ايه الحاجة بتاعتها. خلاص. النقط بتاعته بقى اللي هو ايه، اللي هو انفستيجيشن، هتحدد ايه فيه. ووتر افيلابيليتي، ووتر افيلابيليتي، ستوريج كاباستي، هتقدر تخزن ميه قد ايه، هيبقى ده برضو من العيوب اللي موجوده في المحطه، ان لازم تنقل الكهرباء مسافه كبيره جدا، والنقل مسافه كبيره جدا بيعمل لصوص في الكهرباء. خلاص. بصور المنطقة كلها وبحدد البدائل اللي عندي كلها عشان احط في المحطة. لازم احدد البدائل، يبقى في بديل واحد اثنين ثلاثة وهكذا. ده اول حاجة. الحاجة التالتة بقى في الجيولوجيكال، الفاكتورز اللي انا هاخدها في اعتباري فكر من الكتب في اعتبار. أول حاجة
الخزان اللي هنعمله يكون محكم ما بيسربش المية. مع الوقت ما بيسربش المية. تويت بيزك وبأمبل سايز. يعني حجم كبير. تاني حاجة سترونج فاونديشن. Strong foundation able to support the dam structure. Opportunity أو إمكانية إن أنا أبني سيف سبيلواي. سبيلواي دي بتاع التسريب أثناء الفيضان. لازم تعمل حسابك لو في فيضان تقدر تصرف الماء وإلا السد هينهار. خلاص؟ هنا برضه نضيف هنا هو دي بس كده هو اللي هي ووتر بوليوشن فيكس. نضيفها في الايه في الحاجات اللي احنا هندرسها قبل ما نعمل المحطه. يبقى دي تبقى هنا هي دي بقى ووتر جيتس بليوتي اف اندر ووتر كونتينز مينرالز كونتينز مينرالز of harmful nature as sulfates. تعمل دامج في الاستراكشر بتاع الجيم. خلاص؟ دي الحاجات اللي انا المفروض اخدها في اعتباري قبل ما اعمل ايه المحطه. بعد كده بقى هنشوف انواع الايه او هنعمل كلاسيفيكيشن للبلانت نفسه. البلانس اللي ممكن تكون موجودة عندنا. أمسح دي؟ ماشي مفيش مشاكل تمام. عندنا لو هيد بلانس لما الهيد يبقى أقل من 30 متر وفي الحالة دي ما بنستعملش حاجة اسمها سيرفيش تانك هناخده بعد كده أو أعتقد خدتوه في الباي باي. وبعدين لو هيد بلانش ممكن تستعمل فيه فرانسيس بس الكمية قليلة أوي. وترهامر وكابلر تيربنز بيبقوا في الايه نوع المحطة اللي هي الهيد بتاعها ميديوم هيد بلان لما الاتش تبقى أكبر من 30 متر وأقل من 100 متر في الحالة دي بنعمل حاجة اسمها فور بي ودي برضه هنعرف بعد كده ده خزان صغير بيبقى قبل البين ستوب والبين ستوب دي ستيل باي هناخدها بعد كده برضه الديزاين بتاعها
فبنعمل خزان صغير او خزان مؤقت غير الخزان بتاع السد نفسه، خزان مؤقت كده يبقى اب بين ستوب في حاله الايه الميديوم هيت بلانس. الهاي هيت بلانس بقى اللي هي اتش اكبر من 100 150 200 فرانسيس لغايه 300 متر. اكتر من 300 متر بنستعمل البيت الهويل اللي هي زي الساقيه كده. البيت الهويل دي او البيت الهويل تيربن يستعمل في النوع ده الكلاسيفيكيشن افوردد تو ايه تو ايه. في لسه كلاسيفيكيشن تاني لو عايزين تصوروا ديت عشان نشطبها، انا عايز روبوت. روبوت هتكتب كل حاجه فيها عن الدانس ووضوح حاجات، يعني من ضمن الحاجات الاساسيه اللي انت هتكتبها الكونستراكشن انت من ايه؟ من حصى ولا من زلط ولا من صخور ولا كده يعني. المينتنس بتاع كل نوع صعبه ولا سهله افيلابيلتي كده يعني. الاستابيلتي بتاعته اجينست ايرث كويك اللي هي زلازل، هل هو ستيبل ان ستيبل نص ونص وهكذا. الاقتصاديات بتاعته يعني من حيث ان هو يعني الكونستراكشن بتاعه مثلا مش مكلف كده يعني. ووتر تايت بيمسك المايه كويس ولا بيسرب ميه وهكذا، سواء من التربه او من جسم السد نفسه. فانا عايز ديت روبوت ويسلم خلال اسبوعين. تمام خلاص تمام. وديت عبارة عن مصفى بتتحط في مدخل مدخل السد، يعني السد بيبقى فيه مواسير بتودي المية للايه للمحطة، فبيحط فيه تراش راك عشان يحوش أي حاجة ممكن تعمل دمج للريش بتاعت التربيه. خلاص؟ أربعة الفورباي ده عبارة عن مخزن مؤقت غير المخزن اللي هو بتاع الريسرفوار ده اللي هو قدام السد، يبقى فيه مخزن مؤقت قبل البين ستوك في الحتة اللي أنا كتبتها الكلاسيفيكيشن، تبقى قبل البين ستوك. قبل البين ستوك يعني قبل الماسورة اللي بتودي للتربيل. البين ستوك دي اللي هي الستيل بايب أو كونكريت بايب بتودي للتربيل. بنعمل حاجة زي فورباي كده قبلها يعني خزان صغير. يعني أثناء البارت لود بتاع التربينه ما محتاجش ميه، فالميه بترجع. اللي بيستعيب الميه اللي راجعه دي كلها مين؟ الفور بي، حته الخزان الصغير اللي انا عامله قبل البريشر. غير السيرج تانك. السيرج تانك ده عشان يمنع البريشر ويفز اللي ممكن تدمر الباي، انما الفور بي بياخد كميه الميه اللي هي ايه؟ انا مش محتاجها دلوقتي. طب بعد كده اللود زاد، على طول الفور بي بتفضل اللي هي فيه، يعني زي ما تقول خزان في الوسط. بس بعد كده السيرج تانك طبعا تخش على النت تراش راب تكتب عليها كلمتين تقول هي بتعمل ايه، الفور باي بتعمل ايه برضه، يعني ما تسمهاش كده، ممكن اجيبها لك تعريف او كده او اتكلم عنها وكده. وكذلك السيرج تانك طبعا كلكم عارفين السيرج تانك. خمسه بقى او سته سته بين ستوك اللي انا فهمته ان اه اللي انا فهمته مش عارف بين ستوك اللي هي كلها في الريبورت يا دكتور؟ نعم كلها في الريبورت؟ اللي ده فين؟ في الريبورت في الريبورت؟ لا انا قلت الريبورت عن الدامز بس. دي كده تمام. ده الريبورت.
هو مش هيفكرني بحاجه انا عايزها يعني. قال لو عايز اقول اي حاجه هقولها. تمام. اقول له ايه يعني؟ ظبطت واحد هم دول. تمام. لو انا طلبت حاجه ثانيه هبقى اوكي. خلاص بس حاليا لا. ظبطت واحد ده خلال اسبوعين يجي الروبوت. تمام. ستة البين ستوب رب تعمل الوظيفه بتاعته. سبعة البين ستوب هناخد بعد كده يعني ممكن نكتب فيه البين ستوب ديزاين او الفانكشن بتاعه اللي في الاول فانكشن وبعدين الديزاين تايبس ده ممكن يكون البين ستوب ديت ماسوره ممكن تكون ستيل ممكن تكون كونكريت ممكن تكون تانل تانل مفتوح ده في السدود الكتيره بيعمل تانل مفتوح بعد كده بيحطها في ماسوره التانل المفتوح ده التانل المفتوح ده ما فيش اي نوع من انواع البريشر عليه انما الماسوره المقفوله دي بيبقى فيه ستريسز عليها كبيره جدا وفيه ووتر هامر اثناء برضو اللودنج وانلودنج بتاع التربينه بيحصل فيها ووتر هامر وتداب ويفز بتاعت بريجر ويفز وبلوست ويفز يعني النمره 7 سبيل ويز برضو فانكشن ديزاين المحطة ساعات بتبقى فوق التربينة يعني بتبقى الشفط بتاع التربينة رأسي وساعات الشفط بتاع التربينة بيبقى ايه افقي لما شفط التربينة بتاع التربينة بيبقى افقي بنعمل جير بوكس وكده بحيث الجنريتور بيبقى كده ما بيبقاش مايل الجنريتور بيبقى رأسي خلاص ده على حسب الشفط بتاع التربينة افقي او رأسي ودي انواع كلها موجودة تسعة براين جنوفان اللي هي التربينات انواع التربينات اللي عندنا وده هتاخدها مع الدكتور جلال تمام خلاص في الهيدروليك تيب بداتوا فيها؟ بدأتوا بداتوا بايه؟ ستيم ستيم تربين ستيم تربين يبقى مع الدكتور متولي هديكم الهيدروليك تمام ده البراين موف بعد كده نمرة 10 بقى 10 دراست تيوبس الميه بتبقى خارجه من التربينه الكاينيتك انرجي بتاعتها عاليه الكاينيتك انرجي بتاعتها عاليه يبقى معنى ذلك انا بفقد باور فبحط حاجه اسمها دراست تيوب او ديفيوزر الديفيوزر ده هو بيقلل البريشر عند مخرج التربينة بيقلل البريشر عند مخرج التربينة بحيث يبقى الديفيوزر اللي خارج منه ايه هيبقى ايه اتموسفيريك يبقى بالتالي المدخل بتاع الديفيوزر هيبقى اقل من الاتموسفيريك اقل من الاتموسفيريك بحيث تصمم الدرافت تيوب بحيث ان البريشر عند المخرج بتاع التربينة ما يبقاش اقل من الفيبر بريشر بتاع الميه عند درجه الحراره دي درجة حرارة الجو بنصمم الدرافت تيوب بحيث الزاوية بتاعتها ما تبقاش كبيرة قوي كل ما الزاوية بقت كبيرة أو الديفيوزر بقى كبير كل ما أنا قللت الكينيتك انرجي قوي عند المخرج بتاع يعني استفدت بالكينيتك انرجي اللي خارجة كلها وقللت السرعة عند مخرج الديفيوزر وبالتالي قللت البريشر عند مدخل الايه الديفيوزر يعني كده يعني مثلا لو التربينه كده بعدين انا حطيت الايه درافت تيوب كده خلاص دي التربينه دي نمر 2 ودي نمر 3 عشان 3 يبقى اتموسفير 2 هيبقى اقل من الاتموسفير لان هنا
دي سي 2 تربيع على 2 ودي سي 3 تربيع على 2. انا هنا بقلل بزود هي سي 2 تربيع على 2 كبيره بالتالي البريجر هنا قليل فلما اوصل هنا الاتموسفير هتبقى سي 3 دي صغيره بالتالي ده اتموسفير دي صغيره هتبقى ديت ايه كبيره هيبقى البريجر هنا قليل مش هنا قليل لو وصل للفيبر بريجر بتاع الميه الميه هتتبخر الميه هتتبخر هيبقى فيه بابلز جزء هواء وجزء ميه او جزء بخار وجزء ميه التربينه بتدور بسرعات عاليه جدا هتعمل كراكنج في الايه في الريش خلاص يبقى دراكت تشوبس برضو تايبس فانكشن وهكذا دي كل الكومبوننتس انا كنت بالتفصيل طبعا الكومبوننتس بتاعت الايه الهيدرو باور ده غير الايه الانفستيجيشن اللي كان في الاول يعني خلاص كده الباشمهندس حمزه هو اللي هيديكوا السكشن والسكشن هو عباره عن شيتين قليلين جدا وانا حد فكره عن المسائل هنا برضو بحيث لو حد محتاج اي حاجه بس هو الاساس انك ما ندي المسائل تروح تحلها في نفس اليوم سبتها يوم واحد مش هتفتكر حاجه لو سبتها يوم واحد او يومين لان بتبقى فيها حتت كده تركات لازم تعرف وهي اساسا كلها يعني بتتركز على ان انا ازاي انا جاي لشويه مطره ازاي احسب الميه اللي هتبقى في الخزان قد ايه سعه الخزان لان انت لما تيجي تصمم محطه لازم تعرف سعه الخزان يبقى لازم تعرف الميه اللي هتجي لك قد ايه والا هيبقى شغلك يعني شغلك مش هندسي خالص اما تعمل خزان واسع جدا جدا ومكلف وما يتمليش ميه فانت بعد كده باستعمال المحطه او التربينات اللي بتدور الاستعمال مش ثابت الشهر ده ماشي الاستعمال زاد الشهر اللي بعديه قل وهكذا ففي الحاله ديت الخزان برضه هيتاثر الخزان في تصريف من الخزان اللي هو بيستعمل في المحطه وفي ميه جايه من مطر فاحنا كل ده هيتلخص في اننا نحسب ازاي سعه الخزان اللي هنصممه بالمتر المكعب هي دي بتتركز المسائل على هذا الموضوع بس يعني في الهيدرولوجي الجزء الاولاني اللي احنا قلنا عليه الهيدرولوجيكال انفستيجيشن واضح السكشن هيبقى راح يدخل لو عايزين يوم الحد الرابع او الثلاث الاولى تمام موجود كده في اوكي والدكتور متولي انور واخد معايا ساعه هياخدها في اخر الترم تمام هيدي جزء كده في اخر الترم يبقى هيجي عليه مساله اوكي تمام خلاص كده نشوفكم بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله